وصف ممثل المرجعية الدينية العليا المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين لهذا العام 1436 للهجرة بأنهم شركاء الملائكة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمة له إثر انتهاء مراسم الزيارة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين المليونية، وأكد إنهم حقا شركاء الملائكة في خدمتهم وعطائهم وثوابهم، مبينا أن الروايات تفيد بأن زوار الإمام الحسين عليه السلام تخدمهم الملائكة وتخصهم بالصلاة والاستغفار والدعاء. شركاء الملائكة. أني خادم الإمام الحسين أحمد الحسيني، خدمي في قسم الإعلام. بدأت العمل في 2013 بإذاعة الروضة وإذاعة القرآن ودارية قسم الإعلام. شرف لي هذا أن أكون خادم لخدام الإمام الحسين. من أعظم الأوقات اللي أقضيها هنا، يعني كخدمة أحس بيها راحة نفسية، بالإضافة لأنه أخدم الإمام الحسين وأخدم زوار الإمام الحسين وأخدم خدام الإمام الحسين. والله الكرامات الحسينية ما تنتهي، شفت هواي عين كرامات الإمام الحسين. والله كرامة الإمام الحسين عندي اللي صارت وياي، شرد أقول لك إياها، يعني كنت سابع المستحيلات أن أصير خادم للإمام الحسين. بليلة ويوم أنه صرت خادم عند الإمام. أحس بوجود الملائكة بريح الإمام الحسين. أوقات الزيارة مثل الخميس أو زيارة المليونية، فإحنا نبقى متأخر بأوقاتنا لمضاعفة الأجر، لا نزيد أجرنا أن نخدم الزوار ونخدم نساعد أخواننا بحفظ النظام بالتفتيش ننزل وياهم أو بالخدمية ننزل نساعدهم. والله أتمنى أنه يكون نهايتي هنا في هذا المكان، خاتمة حياتي تكون ينظري حمية. أنا طلبت من الإمام الحسين أنه يكون لي بيت بعد ما كنت يعني بالإيجارات، وما قصر الإمام الحسين خلال سنة.